طب ايه؟ كله بقى يلا. ايه؟ كله بقى يلا؟ وانتوا لا؟ هتزق لهم الترابيزه يا ماجد. حاضر حاضر. يا خرابي احنا يا حامل عندكم كل حاجه. طب احنا هنكمل ولا مش هنكمل؟ مش هنعرف نكمل كده. لا هنعرف انا وايدينا. طب هات له. اتفضل. اللهم صل على النبي. يا نهار رنجه. انت عارف ايه ده؟ ايه ده؟ هي حامل ما ولا ايه؟ لا انا بحبها بس الواد مش كارف عليها. مش ايه؟ بتوحم. كارف ايه؟ كارف. الواد مش كارف. يعني يا ساتر. بتوحم الواد طالبه معاه بسجق مش طالبه برنجه. طالبه معاه بسجق. مش عارفه اعمل ايه. طب انتوا بداتوا حياتكم مع بعض كده انتوا الاثنين بتحبوا الرنجه والفسيخ ولا حد ما كانش بيحبها والتاني اقنعوا بيها؟ يا احنا الاثنين اتلقيتوا فكريا في الرنجه والفسيخ. بالزبط. على طول. يا سلام. طب قولوا لنا كنتوا بتاخدوا سندوتشات ايه معاكم في المدرسه؟ انا كنت باخد سندوتشات جبنه اسطنبولي دي الحادقه وعليها خيار. خيار كنت احبها دي قوي. احلى اكله بتحبيها ايه؟ وبتعرفي تطبخيها؟ بعرف اطبخها؟ وبتحبيها؟ بحب محشي البتنجان الاسود. مش الاسود. بقى في اسود. اسود احبه جدا جدا. احب صينيه البطاطس بتاعت مجدي. انا بعرف اطبخ كويس. بيعمل صينيه البطاطس صح قوي. امال ايه؟ طب قولي لنا ايه الوصفه السحريه اللي بتقوليها لنا للزواج السعيد؟ الوصفه السحريه ان احنا نتعامل مع بعض بان الحياه مشاركه. ايوه. مفيش حاجه اسمها فلوسي، مفيش حاجه اسمها فلوسك. حلو. نثق في بعض قوي. حلو. علشان ده اللي هيخلي الدنيا تكمل. عندك حق. مهما حصلت اي خلافات بقى وعايز اقول لك بقى حاجه غريبه. إيه؟ طول ما الحياه مشاركه وطول ما انت بتساهم وهي بتساهم هترتبطوا ببعض اكتر. اهم حاجه في الحكايه دي التفاهم نمره واحد. العشره اللي بينهم تبقى مبنيه على ان احنا نبني مع بعض واحده واحده. لو انا جبت كرسي هي هتجيب كرسي، لو جبنا انتريه، لو جبنا نجفه، لا المهم نكمل حياتنا وخلاص. بس مش مهم مين جاب ايه، ونرضى بقليلنا. صح. الرضا ده اهم شيء في الحكايه. صح. صح. في كل حياه زوجيه بيبقى دايما في مرحله كده اللي هي الكيرف بتاع الجواز، كان بيبقى في خناقه كده بتفوق الموضوع، وساعات كده لا قدر الله قدر الخناقه دي بتبقى هتوصل للطلاق، وبعدين بنفوق ونقول ايه ده احنا ليه كنا مكبرين المواضيع كده. عدت بيكوا المرحله دي؟ طبعا. كان ايه سبب بقى المشكله؟ بصي احيانا كده يعني التليفون بيجي عليه رسائل عجيبه. معجبات بقى. معجبات بقى. فاختنا غيوره جدا يعني. فحد كان كاتب انت القمر وانت الجميل وانت راجل اللي مش عارف ايه دي بقى يا ايه الاول مره في حياتي اسيب البيت. عملت ايه بقى؟ يا حبيبي رحت جايبه شنطه سفر كبيره. انت عايز تعمل زي الافلام بقى اللي هي كلاشيات السينما اللي لما يفتحوا يلموا الهدوم. ايوه عملت كده. حطيت الهدوم كلها على بعضها واي هدوم بقى هتتحط على بعضها وامشي. رحت واخده علبه الدهب بتاعتي وانا هسرقك. طب صلحتها؟ دي كانت يعني دي كانت حاجه كانت قوية. عملتي للست بلوك بقى ولا عملتي ايه؟ لا عملت ايه؟ ظبطتها. عملتي ايه؟ عملت ايه؟ انا كنت يا مدرسه ورقه من المدرسه كان كل مشكلتي ده كل ما اتخانق مع بنت اجيبها من شعرها احسن. كان اشوفي على فكره ميولنا كانت واحده. احسن. كانت لما يضايقوني انا كنت احب اغرقهم بالميه. امسك البت كده واروح جايبه كيس واحط فيه ميه وزربوه على دماغها. ايوه تبقى خدت دوش. انا بحس ان هم معفنين شعرها كده. الثانيه بقى مسكتها في التليفون ظبطتها احسن وخلاص ما اختفت بقى من الحياه. احسن احسن. تمام. طب قول لي بتحب الغنى انت؟ احنا عارفين. انا بحب ام كلثوم، بحب الحليم، بحب الاغاني. بحب ايه لسه؟ انا ما بعرفش اغني اساسا. بحب لو هغرق والله. بص والله لو يعني معلش اقول شعر ماشي. حد يبقى متجوز مهل قمر. هو قال لي شعر بفرح. اقول بس شعر اديهم بالفسيخ. اديله المايك بالفسيخ. حياتنا بقت رنج ايه. يلا في ليله دايما كده في ليله الدخله العروسه والعريس لما يجوا يتجوزوا فلازم يغنوا. مش لازم يغني. انا ما بعرفش اغني طب اعمل ايه؟ فقلت هقول شعر المه. تمام. طب اقول ايه؟ يا عمري يا احلى ذكرياتي، يا فجري يا احلى ما في حياتي، على صدرك برمي همومي، على كتفك برمي حمالي، انا قلبي يطير يناديلك وكل ما ارجع اجيلك. يا بدر في ليل مظلم
ويا قلبي عاش واتألم وعمره في يوم ما اتكلم ده هواكي هوا مجنون واللي هيهواكي في يوم ما هيبعد مهما يكون. الله الله الله. بس انا غنيت له. هي غنت. هي بقى غني لنا بقى الفرح اهو. بتونس بيك تيك تيك وانت معايا تيك 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 يا رب. بتونس بيك قلبت اغنيه ورد حاجه ثانيه. يا رب قرب. انا بتونس بيك يا خراش. دمرنا الاغنيه. ودلوقتي هنطلع فاصل ولسه مكملين معانا اخف دمين في الوسط الفني واجمد اتنين في الوسط الفني واحسن زوجين في الوسط الفني. استنونا. ولسه منورنا ومشرفنا ومكترنا ومضحكنا الحلوين العسولين النجمين مع احمد. ومجدي كامل. الله الله. ودلوقتي هنلعب معاهم لعبة التوافق. مستعدين؟ مستعدين. وهنا على هذه الكنبة انهارت علاقات وجوازات وكملت جوازات وهنشوف. هنشوف ان شاء الله احنا رايحين على فين. ماشي؟ هسألك سؤال تكتب الإجابة ومش تكتب الإجابة من غير كلام ولا غش ولا تلميحات. وفاكر يا مجدي لما عمل كده صم تكتبه ونلف نشوف. اوكي؟ ماشي. يلا يلا قولي كام فيلم ومسلسل مثلتهم معها؟ ايه؟ عد بقى. انا بعد يلا بس خبي كده. ايوه ممكن ما بين ما بين ما بين تمام. احنا عمرنا ما عدينا. ما هي يعني احنا يعني بقى بتعملوا معانا كل الحاجات اللي عمركم ما عملتوها. هو ده الاختلاف. ليه العلاقه مش هو ده الاختلاف. طيب يبقى نقول واحد اتنين تلاته خلصت. نلف من 10 ل 12 وهنا. لا 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 ده شغل عالي قوي 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 قوي. النقطه. برافو. اللي مها. ايوه. ايه اكتر دور مجدي بيحبه مثله وحبه؟ اكتر دور. اكتر دور. طب هو ينفع دورين؟ دور في المسلسلات ولا سينما؟ سينما. سينما. يلا كنت متاكده. والله العظيم كنت متاكده. خلاص يلا واحد اتنين تلاتة. ايوه بقى. أيوة. وشيل حبك من قلبي وانا سيبك وهتاخده. هتعملي فيها ولا زكي. برافو. والسؤال دلوقتي لمجدي. قول لنا يا مسهل مها قبل ما تخس كان مقاس بنطلونها كام؟ يا بنت اللذينة. يا نهار يا نهار مقاسات. طب مو ينفع من الى يا نهار اكسات. لا والله هو كده خلاص. والله يلا يعني هو كان يعني من هنا لهنا تقريبا. يعني هو من هنا لهنا. ماشي. تقريبا يعني. ماشي. ما اعرفش بقى ده بالايطالي بالفرنسي. طب يلا واحد اتنين تلاتة. ايوه ده الكذب وده السد. لا هو لا انت متخنصره. هو ده 48. هو كاتب 48 اهو. فين؟ لا في 50. ما هو ما هو ده اصل انا بلبس 58. ده موضوع بقى. ده موضوع تاني. ما هو خلاص هتاخدوا نقطه. ماشي يلا وساعتها كبيره قوي. والله ما قلنا حاجه.
يا ولاد الذين. سؤال لمها. يا ولد. أول حاجة بيعملها مجدي لما يصحى من النوم. أول حاجة؟ يا دكتور. يلا اكتب. لا دي حاجة، دي حاجة ادي. لا 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 اكتبه اكتبه، مش عايزين تلمحي. ماشي. الله 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 خلاص؟ لسه. ماشي كفاية كده. خلاص؟ يلا. واحد اتنين تلاتة. بروح الحمام. الحمام شاي بلبن. وشاي بلبن لمها. لمها واكل الكلاب. طب بس انا نفسي قلت برضه. لا هو ما هو المطبخ اهو. ما هو بيروح المطبخ بس الحمام الا الاول. يروق في المطبخ. لا اي حمام الاول. بس بيعمل ايه؟ بيروح المطبخ يفضل يروق في المطبخ ويكسر في الحلل وانا ببقى بموت. مش بيكسر عشان يعمل لك شاي بلبن. ايوه مجدي فين الشاي بلبن؟ ما هو غلبان. حلو والله. المطبخ اهو هتاخدوا نقطه والله عشان بس انت بتعملها شاي بلبن. وانا عمري ما حد عمل لي حتى كوباية حلبة يعني. وسقفة للنقطة والشاي بلبن بتاعنا. قولي 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 يا ميجو. قولي يا حلو. مين الممثل اللي كان فارس أحلام مها وهي صغننة؟ مفيش غيره. كلنا. يا أولادي الذين. يلا واحد اتنين تلاتة. الرجل الطيب رشدي أباظة النجم القمر. ونقطة تانية لمها ومجدي. لون شراب مجدي ايه دلوقتي؟ لون شراب مجدي؟ اوبا يلا. اوبا اكتب 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 شمال. اكتب. طب ممكن حاجة أو حاجة؟ لا, لا حاجة زي. واحنا هنقضيها بقى تخمينات. طيب. ما تبصش. واحد اتنين تلاتة. يلا قلق. برافو برافو برافو. قلب الأم قلب الأم. ده قلب الزرار اللي عمال يتفتح كل شوية. يلا والسؤال الأخير لمجدي. قولي فاكر في أول الحلقة أما قلتلي إنك كنت بتصاحب واحدة قبل بها هي مين؟ لا أهو بقى يا تكتبها يا تخسروا كل النقط. لا هكتبها هكتبها وهي هتكتبها. مش هنقولها خلاص. ماشي هنكتب بس. ماشي يبقى هي دي. ماشي بس هنكتب أول اسم بس. ماشي أوكي ماشي ماشي. لا أنتوا بتكتبوا لي اسم واحد. تكتبوا اسم هو اسم واحد. ماشي مش هنكتب حاجة تانية. اسم واحد؟ طيب بس. طب وريني بقى عشان اشوف زي لا بعض. لا انا اوريكي مش هينفع. لا انا اشوف انا كده عشان اشوف انت زي بعض. انت شايف ايه؟ شايف. وهم الاثنين كتبوا سحر وياخدوا عشان دورت الدنيا. دمرت الدنيا. احنا هنا المتغطي عندنا عريان. متغطي عريان. وجن وجن وجن. يا نهار يا نهار ابيض. لا بس مبروك. استنونا. جابوا 9 من 10 وده رقم كبير لا قوي. بالسؤال الاخير ده 10 من 10. عايز حرام عليك عشان فضحتيني. طب يبقى 10 من 10 لو قلت سحر مين؟ لا. سحر اللي ابوها انتحر؟ لا خلاص انا هديكوا 10 من 10 عشان السؤال ده وانتوا خليتونا نقول للناس. وعشرة من عشرة لما احمد ومجدي كامل. دلوقتي ايوه هنروح بقى لايه؟ لمقابله الوحش. انتوا كسبتوا تقابلونا بقى احنا. أيوة. تشوفوا بقى اللعبه على تقيل. اوكي ماشي. يلا نسيب السبوره. طيب وهنلعب لعبه الشوره بعد السبوره. اوكي دلوقتي. لا سيبني استنى. بص اللعبه عباره عن ان انا همسك الصوره دي كده اوريها للمدي. انا مش عارفه ايه اللي جوه. تمام تمام. هو جوزي فلازم يشرح لي من غير كلام ايه اللي موجود في الصوره. وانا ليا 3 تخمينات. لو قلتهم الثلاثه غلط ابقى خسرت. يلا. انت كنت بتسيحي والوحش ايه ده؟ ايه ده عمر الوحش. يلا
يلا ايه حاول, حاول يا مجدي احنا ما بنخسرش حاول. هخلي مجدي يشرحها لا اول ما سكش لا ولا يا ما انا ايه ده عرايس ماريونيت بجد. طب دي سهله قوي يا دنيا يا نهار انا مش ده انا قلت ايه ده انا افتكرتها كرتون كرتون ايه بس ده انا قلت جايبين له خرم الاذن يشرحولي يا عم دي عروسه من كده خلصت طب يلا ده انت نشوف يلا يا ما هوري مجد وانا ما تشوفيهاش احنا هنلف كده بقى انا ما ما تشوفيهاش وريها لي ايه ده ايه ده ده ايه ده لا انا بس انا ثاني لا طلع اوعى الازرق اوعى الازرق اهو والله ناس طيبه الزرار برافو لا ده جايبين لهم حاجات سهله جايبين لهم حاجات سهله بس خدوا نقطه يلا وانت بقى وريها يا مجدي من غير ما تشوف الصوره ايوه والله ارفعها والله هوب هوب تاخد النظاره وانت تتريق عليا لا 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 حد بيكرر ده بوك 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 ادي اول حاجه تخمين بيكيا بيكيا لا ايه ده ايه ده لا لا ما هيش هي يا سلام كوكو كوكو اتنين فاضل تالت تخمين اهو هيخسر اهو واحنا اللي هنكسبهم انا ومادي متجوزين وحلوين وجامدين خسرانين هو انا البوك ده لا بس مش كده بس مش كده طب ده ليه اسم التاني صح ايه اسم التاني اكرف رجاء مش عارفه لا طب ما انا ما انت قلتي انه لسه المفروض يعرف النص التاني عارفاه ولا مش عارفاه؟ انت هتقضيها طب اي حاجه تانية حضرتك بتعملي فتله هو هو بس اسم تاني هو اللي انت قلته بس اسمه التاني بقى لا قوليه بقى هنبتدي نبتدي نعد خمسه عدوا معانا خمسه أربعة ثلاثة اثنين دقوا خلاص خسرتوا ده ميكروفون بتاع الروبابيكيا طب ما انا قلت بيكيا قلت اوه قالت لك اوه وقالت لك اوه طب ما هو ايه مش بيقولوا اوه ده اوه اللي هو اللي اخلص يعني اوه ايه مش وقت تعمليه كده قلت دي فتله ازاي بعد العشره دي ما تفهمنيش بعد العشره دي تطلعي انت كده تطلعي اهو اهو يلا يا مدود شوفي بقى كده بصي بقى شوفي انا بقى وجوزي بقى ايه ده ده في تش ده في تش ده بتقلي يابا ما انت قعدت بوق وتكلم ما عادش يتكلم وشه ما قالش ما عادش يتكلم علي علي هو الشريط الشريط اتكسر ايوه يا مادي يا جماعه